كي تكلم صديقنا قال لك راه خارج من الكوكب. قلت له لا بالعقل، حنا نتمناو له، هذا وليدنا مادام بينا حنا يخرج، واش تهضرت عليه؟ قلت ليستر لان عندي صاحبي صديقي عنده 30 سنه و 40 سنه وعايش في ليستر، او اليوم باك تكلمت معه هنا في الجزائر. قال لي ليستر هاديه كان دي زونغلي اللي عايش تما ما يعرفوش الجزائر وين جا. قلت قال لي محرز هو اللي ولا يعرفوا الجزائر، دونك سي تان اكسيلون امباسادور. هذه وحده باش الناس ما تغلطش، خاطرش نعرفوا الناس اللي راهي تدخل من تحت وتبدا تدخل. وقلت خليوه. قال لي جاي من الكوكب. قلت له لا بالعقل جاي من الجزائر. نو انا قلت له ان شاء الله يدي شامبيونا، ان شاء الله يصرى لو بروغريس فريمون انورميمون باش يكون في كوكب يروح ان شاء الله يطلبوه سوا البارسا سوا الريال سوا الباير. هذا هو ساسي لا لوجيك دي فوتبول. الناس يقول لك ام كريتيكي في محرز اللي ما يحبش الجزائريين. انا جزائري حر وبلوس كو حر ونحب الجزائريين. تاع الصح هذيك هاد لا كومبان شويه اللي شفناها في فيسبوك دي كالكو بعض القنوات اللي خضوا من هاد القضيه وين قالوا عليه ما يحبش اللاعبين الجزائريين. غاصك شويه والله العظيم والله غير ما تغيدني من الجن تاع فيسبوك. لي جن والله غير نصاليهم ميم بلي كريتيكيوني، غير نقول لهم تبارك الله فيهم لان اوني انتريسون مالغري كي كريتيكي صافي دير كوني انتريسون. هما منهم ولكن سارتا اللي يستعملوا يقول لك ما يحبش الجزائر ويحب الجزائر. انا نحب الجزائر خير من هادو اللي يهضروا على الجزائر، باسكو انا مديت الجزائر، باسكو انا تحرمت باش نروح نلعب بالخارج في هاد العلاج هاد البلاد، لان الدوله قالوا لي ما تخرج انت لازم تريح. انا بزاف حوايج ومديت الجزائر، لان دركا كي نقول قول لي برك الحق كي نقول كلمه وتقولها اكزاكت جاسيب. بصح باش تقول انت دخل لي في السياسه تاع انت ما تحبش الجزائر، نقول لك الله يهديك والله يسامحك محرز خليه يكمل. كنتوا تكلموا وكان الاخ يتكلم ابراهيمي كان يهضروا عليه هو الاول، اليوم هم يتكلموا على محرز وعلى سليماني نساو ابراهيمي. خا هكذا كان خلوه ابراهيمي طالع كل يوم ابراهيمي قال ما بتات بتاتر يقول لك دركا ولا كيف. انا البارح كانوا غير يتكلموا عليه، اليوم مساوني يتكلموا على محرز. تخدم له خليه يتلونسا فان سيزون، دير لو بيلون دو شاك جوار وان شاء الله محرز يدي شامبيونا وان شاء الله يروح لان كرون كلوب. اليوم يقولوا كما قال بريزيدون فيديراسيون رايح لان كرون كلوب. مي يقول حاجه برك يا ناس، اللي يحب الوطن تاعو ماشي بالهضره بالافعال. انا نفعل كي نقول نحب الوطن تاعي نفعل، نقول لك انا سان فا با. هاد سارتا يتكلموا برك على واش صاير في الكره الجزائري، هنا نعرفهم بلي يحبوا الوطن، ما يتكلموش عليها. يبدا يقول لك قال فلان او قال فلان، نقول لهم الله يهديكم. وانا جامي جو كريتيك كان جوار ونقول ما يعرفش يلعب فوتبال، هذه من المحال خاطرش يضحكوا عليا. كي نقول تكلمت على سارتان جوار وقلت ناقصين في لاك سنترال ناقص، نقول لك ناقص لان ما نجيبش نقول ما يعرفش، نقول ناقص. انت تتكلم بلغه اللي فهمها الشباب بوكو بلوس، ما عندكش لانتونسيون باش تقول هذا ما يعرفش يلعب بالون ولا هذا. نعطيك حاجه واحده، نعطيك حاجه واحده ونحبس هنا وما نزيدش نتكلم على هذه الامور. كنا في واحد القاعده هكذا وفيها لي جوار اترونجي منهم ابو تريكا فوتبالور، كي يتكلم كي يقول لك تال جوار لازم له هذه ولا هذه، ما ينجمش ما يروحش يرش يشرح لك كلش. هذا اللونغاج تاع فوتبالور مع فوتبالور، هو اللي يفهم بلي الجوار لازم تدي كورتيكي واش كاين، فهمتني؟ ولي جورناليست سبورتيف اللي يعرف الفوتبال هو اللي دي كورتيكي هذه ويحطها سو لو بلون بوزيتيف. انا كيقول لك معرس خليوه صافي با دير بلي جو كريتيك، معرس يقول خليوه جو لو بروتيج مادام بيا يروح لبعيد. بصح انت راك تستعمل لغه هذيك اش تقولها لغه الخشب هذيك سي لا ديماغوجي، تقول لا وكريتيكا ماشي بيا تبيع هذيك الحاجه ولا تبان. انا ما نجاوب حتى واحد ونقول الوقت هو اللي يبين وربي يهدي كل واحد. شكرا علي لهذا التوضيح المهم خاصه لبعض النقاد.